نظمت أحزاب الاتحاد والإصلاح والنهضة وحزب مصر القومي مؤتمرا جماهيريا بمحافظة سوهاج لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. شارك في المؤتمر مختلف شرائح المواطنين بمدن وقرى سوهاج معربين عن دعمهم التام للمرشح عبد الفتاح السيسي لما قدمه لمصر وللمصريين من إنجازات. النهارده احنا التيار الاصلاح الحر في سوهاج بيكمل مسيره دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنكمل دعم الدوله المصريه، وبندعو المصريين للمشاركه في الانتخابات القادمه عشان نبين للعالم كله ان الدوله المصريه دوله مدنيه حديثه، نبين للعالم ان الشعب المصري هو اللي بيختار رئيسه، هو اللي بيحدد مستقبل الدوله المصريه، هو اللي بيحافظ على الوطن. وعلشان كده احنا النهارده جايين نكمل المؤتمر الثالث لينا من سلسله المؤتمرات اللي التيار الاصلاح الحر بيعملها تدعيما للسيد الرئيس، استكمالا للمسيرة واستكمالا لحكاية وطن. جايين نقول للرئيس كل التأييد، استكمالا لمنظومة الرخاء والاستقرار والأمان تحيا مصر. المؤتمر الجماهيري الحاشد رقم 3 لدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024. كلنا هنا من محافظة سوهاج كلنا جايين عايزين نعبر عن شكرنا ورد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي. انتخابات يعني مشاركة، ومشاركة يعني وعي، فوعينا ده لازم يوصل للعالم كله. النهارده احنا بنقول ان هذه البلد اصبح لها، بناء عن كلمة الراحل الزعيم السادات، ان اصبح لهذه البلد درعا وسيف، لكن درعا وسيف محتاج صوت يختار مش رئيس، لا يختار زعيم، لان احنا شفنا في السنوات الماضيه لما احد رؤساء الاخوان لما تقلد رئاسه الحكم كان هيودينا في مشاكل طبعا كلنا عارفينها، لكن احنا النهارده بنختار زعيم للوطن العربي ككل. احنا جايين النهارده عشان ندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستمرار للحفاظ على الدوله المصريه واستكمال الحلم المصري في حكايه وطن اللي احنا شايفينه النهارده في خلال لقائنا مع المحافظ، ايه حجم اللي تم في الصعيد وايه اللي لسه محتاجين يتعمل. شايفين حلم كبير في الدوله المصريه، احنا جايين النهارده بنقول للسيد الرئيس احنا محتاجين الدوله المصريه مستقره، وان الدوله المصريه تكمل حكايه الوطن، وان حياه كريمه تصل لكل بيت من البيوت موجوده في الصعيد.